قاعد تشتري على اليوتيوب. راح نحكي عن المين بلود فيسلز، في عندنا 3 بلود فيسلز هم برانش من الايورتا، الابدومين الايورتا المسؤولين عن عن البلود سبلاي. راح برضه كمان نتكلم عن نرجع نتكلم مره ثانيه عن البورتال سيستم، البورتال سيركيليشنز. هيك بكون خلصت اخر محاضره معكم في الاناتومي. ضل محاضره اناتومي واحده هي النيرف سبلاي والليمفاتكس للدكتور محيي الاسبوع القادم ان شاء الله. لحد طيب لما نتكلم عن البلات يلا اجلس بايس الله يجلس. لما نتكلم عن البلود سبلاي بنعرف البلود سبلاي هو مين اللي راح يكون السورس من الابدومينال ايورتا. تمام، بنعرف انه الابدومينال ايورتا بيبدا نعم عند اي ليفل، عند التي 12 الاوبننجز للايورتا في الدايفرام ات ذا ليفل اوف تي 12، هذه بنسميها الاوبننجز بنسميها الايورتيك هياتس. تمام، راح يبدا اذا عند تي 12 وراح ينتهي عند الليفل تاع ايش؟ L4. L4 شو راح يعطيك؟ راح يعطيني الرايت والليفت كومن ايليك ارتري. طبعا تمام نعرف انه هو البوزيشن ريليشن للانفيريو فينا كافا بيكون على الليفت سايد. تمام؟ برضو حكينا في محاضرات السي بي اس حكينا انه في عندنا عدد كبير من البرانشز من الابدومينال اورتا، بعضها سبلاي الاورجنز او الفيسرا داخل الابدومن مثل ايش؟ مثل الكيدنيز، مثل السوبر رينال جلاندز، البرانشز اللي راح نحكي عنهم اليوم بغض الجاستنتستينال تراكتس وبغض الليفر والبنكرياس والسبلين، هذول بنسميهم فيسرال برانشز. وفي عندنا برانشز كمان بالابدومن الايورتا بنسميهم البرايتل، برايتل برانشز بغض الابدومن الوول. اكزامبل عليهم مثل ايش بغض الديافرام اللي هي الانتيريور فرينيك ارتريز، وفي اللمبرز، وفي الميدل ساكرال. تمام؟ بس السؤال اللي بدي اياك تعرفوا انه في عنا يعني تو تايبز من البراشز، شيء فيسيرال وشيء برايتل. تمام، اللي بيهمنا احنا هون من هاي البرانشز كلياتهم هم البرانشز اللي بيطلعوا من وين؟ اللي ارايز من الانتيريور سيرفيس. في عنا 3 برانشز من الابدومينال ايورتا، هذول بيجوا من الانتيريور سيرفيس للايورتا اللي هم ايش؟ السيلياك ترانك، سوبيريور ميزنتريك ارتري، انفيريور ميزنتريك ارتري. ليش هذول بهمونا اليوم؟ لانهم هم المسؤولين عن ايش؟ البلد سبلاي للجاسترونتستينال تيوب، الابدومينال بارت من الجاسترونتستينال تراك، بالاضافه للاكسسوري اورجنز داخل الابدومين، ليفر، بنكرياس، برضه كمان السبلين، مش اكسسوري اورجن، بس برضه بتاخذ بلد سبلاي عن طريق هذول الثلاثه. تمام؟ اذا هذول هم البرانشز اللي بهمونا، هم برانشز 3 برانشز بيطلعوا من الانتيريور سيرفيس. اول واحد بنسميه السيليك ترانك، مباشره تحتيه سوبيريور ميزنتريك ارتري، والثالث اللي هو الانتيريور ميزنتريك ارتري. تمام، هذول هم من الانتيريور سيرفيس، سيليك ترانك، سوبيريور ميزنتريك، انتيريور ميزنتريك ارتري. تمام، هلا هذول بشكل عام مثل ما حكينا هم المسؤولين عن البلد سبلاي مثلا الجاستروانتستينال تيوب من وين؟ من عند الاسوفاجس لوين؟ للانال كانال، وبرضه بغضوا ايش؟ الاكسسوري اورجنز. ان جنرال عشان نشوف هذول كل بارت بغذي اخذته في الامبريولوجي ديفلوبمنت، اخذته انه التيوبس هذه اللي تتكون من الجاستروانتستينال تيوب، فور جات وميد جات وهاند جات. تمام، السيلياك ترانك اول واحد من البرانشز بغذي الاورجنز او الستركتشرز اللي درايف من الفور جاتس. ايش هي هذول الستركتشرز؟ من الستومك، الستومك والابر هاف من ايش؟ او البروكسيمال هاف من ايش؟ من الدوجينوم، وبرضه الليفر، سبلين، البنكرياس، هذول كل الستركتشرز ديرايفد من الفورجت. تمام؟ هذول ايش؟ بياخذوا البلاد سبلاي من وين؟ من السيليك ترانك. السبيريور ميزنتريك ارتري، الارتري اللي تحتيه، بغذي الستركتشرز اللي ديرايفد من الميد جت اللي هم ايش؟ السكند بارت من الدوجينوم، تكمله السمول انتستين، جوجينوم، ايليام، بعدين سيكم، اسندنج كولون،
البروكسيمال تو ثيرد، اول تو ثيرد من ايش؟ من الترانسفيرس كولون. هذول ايش؟ سبلايد باي اتش بي ريبريزنتيك ارتري. الجزء المتبقي ديستال وان ثيرد من الترانسفيرس كولون، ديسندنج سيجمويد ريكتم انر كانال، هذول ايش؟ ريسيف ذير بلاد سبلاي ثرو ايش؟ ثرو الانفيريور ميزنتريك ارتري. تمام؟ اذا كل واحد ياخذ ايش؟ جزء من الجاسترو انتستينال تيوب، سيليك ترانك فور جت سبير ميزنتريك ارتري ميد جت والانفيريور ميزنتريك ارتري اللي هو الهايند جت. تمام؟ هذول هم شايفينهم. اذا الفور جت ايش في عندنا في الاستراكشرز؟ ستومك واي بارت من الـ من الـ من الدودينم؟ البروكسيمال بارت او الفيرست بارت من الدودينم، بالاضافه للسبلين البنكرياس والليفر. تمام؟ هذول بغذيهم ايش؟ سيلياك ترانك. السكند بارت من الدودينم تكمله السمول انتستين، سي كاب اسندنج كولون، البروكسيمال تو ثيرد بغذيهم ايش؟ سبيريور، والجزء المتبقي بغذيه الانفيريور ميزنتريك ارتري. تمام؟ طيب نجي نتكلم اول بارت عن السيلياك ترانك. تمام؟ السيلياك ترانك هو اول برانش. هذا السيلياك ترانك هو برانش من الابدوبل ايورتا، مباشره بعد ما يطلع الايورتا من الهياتس يدخل على الابدومن بيعطي برانش اللي هو ايش؟ سيلياك ترانك، تقريبا على ليفل تي 12 ال 3. السيلياك ترانك مباشره راح يعطينا 3 برانشز. اول ما بيطلع مباشره بيعطي 3 برانشز. تمام؟ خلينا نركز شوي بس، حاول تطلعوا قدر الامكان بالاشياء المهمه بهذه المحاضره، اللي هي اول واحد السيلياك ترانك اللي هو له كم؟ 3 برانشز، الليفت جاستريك ارتري، سبلينيك ارتري، والكومون هيباتيك ارتري. خلينا نشوفهم. هذا هو السيلياك ترانك، تقريبا مثل ما حكينا عند التي 12 ال 1، تمام؟ اعطانا 3 برانشز، ليفت جاستريك، سبلينيك، والكومون هيباتيك، تمام؟ اذا بنلاحظ هذول هم الثري برانشز مره ثانيه، نشوفهم في الكاديفرز. تمام؟ طيب اول واحد الليفت جاستريك ارتري، الليفت جاستريك ارتري اللي هو هذا. خلينا نرجعها. الليفت جاستريك ارتري، اذا هو اول واحد هو السمولست اللي هو هذا الليفت جاستريك ارتري. مثل ما احنا رايحين شايفين انه هو اسنت باتجاه الليفت سايد وبيمشي مع ايش؟ بعدين تيرن عشان يمشي مع الليسر كيرفيتشر للاستومك، هذا شو اسمه؟ الليفت جاستريك ارتري. هون لما يوصل هون بيعطينا برانشز بتغذي ايش؟ اللور بارت من الاسوفيجس. تمام؟ اذا هذا البرانش اللي هو اللي بيمشي على الليسر كيرفيتشر اللي هو اول برانش من السيليك ترنك اسنت ذا ليفت سايد، بعدين بيمشي مع الليسر ايش؟ كيرفيتشر تاع الاستومك. هون في البدايه راح يعطي ايش؟ اسوفيجال برانشز تغذي اللور بارت من الاسوفيجس. تمام؟ اذا ملاحظين على الجهه الثانيه بيعمل انستوموسيس مع واحد ثاني، مع ارتري ثاني، شو بنسميه هذا؟ رايت جاستريك ارتري. تمام؟ كمان شوي راح نشوف هذا الارتري من وين جاي. تمام؟ بس احنا ايش عندنا؟ هذا هو ايش؟ الليفت جاستريك ارتري. واضح؟ تمام؟ طيب السكند برانشز اللي هو اللارجس تقريبا اللي هو هذا، في واحد بيمشي خلف الاستومك بيمشي على الابر بوردر لايش؟ للبنكرياس، بروح باتجاه السبلين، هذا ايش اسمه؟ سبلينيك ارتري. شايفين حتى الكورس تاعه تورتوس مش ستريت. تمام؟ بيمشي على الابر بوردر خلف الاستومك اباف البنكرياس لحتى يوصل لوين؟ للهايلم تاعت ايش؟ تاعت السبلين. مجرد ما هو دخل تحت الهايلم راح ينقسم لعده برانشز كلها تفوت وين؟ على السبلين. تمام؟ هذا شو بنسميه؟ سبلينيك ارتريز. هذا الارتري هو ماشي ابوف البنكرياس راح يعطي برانشز تغذي البنكرياس. تمام؟ واضح؟ اذا بنلاحظ هون بيعطينا شورت برانشز بتغذي الفندس، هذا شو بنسميهم؟ شورت جاستريك ارتريز. تمام؟ اذا هو ماشي ابوف البنكرياس راح يعطي برانشز تغذي البنكرياس، لما يوصل تقريبا عند نهايته راح يعطينا برانشز شو بنسميهم؟ شورت جاستريك. شورت جاستريك هذول اللي بيغذوا الفندس تاع الاستومك، وبيعطينا هذا البرانشز اللي بيمشي مع الجريتر كيرفتشر، هذا شو بنسميه؟ ليفت جاسترو ابيبلويك ارتري. ليفت جاسترو ابيبلويك ارتري، ليفت جاستريك ابيبلويك ارتري راح يلتقي مع واحد ثاني بنسميه رايت جاسترو ابيبلويك، هذول بيعملوا انستوموسيس مع بعض.
تمام؟ الرايت هلا كمان شوي راح نشوف من وين جاي هذا. واضح؟ اذا مره ثانيه السيمبليميك ارتريس هو السكند برانش من سيلياك ترانك، بيمشي اباف بيهايند الستومك اباف البنكرياس، هو ماشي فوق البنكرياس راح يعطي برانشز تغذي البنكرياس، راح يوصل للسبلين يدخل الهايلاند بتاعت السبلين، مش مثل شايفين منقسم لعده برانشز بتغذي ايش؟ السبلين، ديفرنت بارت من السبلين. بس قبل هيك راح يعطينا ايش؟ شورت فيسلز بتغذي الفندس، هذا بنسميهم شورت جاستريك ارتريز، تمام؟ وراح يعطينا هذا البرانش الكبير اللي بيمشي مع الجريتر كيرفتشر ليفت جاسترو بيبلويك، ليفت جاسترو بيبلويك انستوموز مع ايش؟ مع الرايت، هلا كمان شوي راح نشوف، واضح؟ هذا ايش بنسميه هذا؟ هذا السبلينيك ارتري. الثيرد برانش ايش هو؟ الكومون هيباتيك ارتريز. الكومون هيباتيك ارتري هذا اللي راح يروح على الرايت سايد، راح يروح باتجاه الليفر، تمام؟ الكومون هيباتيك ايوه راح يعطينا تو مين برانشز، واحد يطلع على الليفر شو بنسميه؟ بروبر هيباتيك ارتري، تمام؟ اذا هاي هذا واحد وهذا واحد، هذول التو مين برانشز لليش؟ للكومون هيباتيك ارتري، بروبر هيباتيك، وايش الثاني؟ اللي بينزل خلف الدودينوم، بنكرياتو دودينال ارتري، او سوري الجاسترو دودينال ارتري، تمام؟ اذا بروبر هيباتيك وجاسترو دودينال ارتري، واضح؟ تمام؟ اذا ايش هم التو مين برانشز تاعت الكومون هيباتيك؟ بروبر هيباتيك جاسترو دودينال. جاسترو دودينال هو اللي بينزل خلف ايش؟ خلف الفيرست بارت من الدودينال، تمام؟ هلا خلينا نتكلم عن البروبر هيباتيك. البروبر هيباتيك اول ما بيطلع راح يعطينا برانش، هل هو هي شايفينه؟ شو سميناه؟ الرايت جاستريك. الرايت جاستريك هذا قبل شوي كنا حكينا معاه اللي بيعمل انستوموسيس مع ايش؟ مع الليفت جاستريك ارتريز، واضح؟ تمام؟ بعدين اذا هذا اول برانش الرايت جاستريك، بعدين راح يكمل. راح يكمل ويطلع مع الستركتشر بورتال تريات ويدخل وين؟ على الليفر. مجرد ما دخل الهايلم راح ينقسم من رايت وليفت. رايت للرايت لوب وليفت للليفت لوب. واضح؟ تمام؟ اذا عرفنا البروبر هيباتيك سوري الكومون هيباتيك، الكومون هيباتيك شو راح ينقسم؟ واحد راح ينزل تحت الدودينوم جاسترو دودينال وراح يطلع باتجاه الليفر، شو بنسميه؟ بروبر هيباتيك. البروبر هيباتيك اللي راح باتجاه الليفر راح يعطينا برانش اللي هو الرايت جاستريك، اول برانش راح يعطيني الرايت جاستريك يعمل انستوموسيس مع الليفت جاستريك ارتري اللي هو البرانش الاصلي من السيليك ترانك، تمام؟ راح يكمل بعد ما يعطي هذا البرانش راح يكمل بروبر هيباتيك يطلع على ليش؟ على الليفر. شو كنا ماشي معه وهو طالع؟ هو بارت من البورتال ترياد، ايش امه؟ كنت طالع مع البورتال فين وشو نازل؟ الكومون بايل داكت، هذول هم حكينا عنهم بروبر هيباتيك والكومون بايل داكت والبورتال فين، هذول بيعملوا بورتال ترياد، هلا كمان شوي راح نشوفه، تمام؟ يطلع بيدخل على الليفر البروبر هيباتيك جوا الهايلم بينقسم لتوس، واحد بيروح على الرايت لوب واحد بيروح على الليفت لوب، تمام؟ واحد بغذي لوب. بس اذا بنلاحظ هون انه الجول بلادر السيست الرايت سايد الرايت برانش من البروبر هيباتيك جوا الليفر هو اللي راح يعطينا السيستيك ارتري المسؤول عن البلد سبلاي لايش؟ للجول بلادر، واضح؟ تمام؟ طيب هذا بالنسبه للايش؟ للبرانش الاول احنا حكينا هو كومون هيباتيك اعطانا بروبر واعطانا جاسترو دودينال. مره ثانيه البروبر اعطانا الرايت جاستريك ولما دخل الليفر اعطانا رايت هيباتيك وليفت هيباتيك. الرايت سايد الرايت هيباتيك ارتري هو اللي راح يعطينا السيستيك اللي بيغذي البلادر، تمام؟ طيب نيجي نشوف هلا البرانش الثاني من الكومون هيباتيك اللي هو ايش؟ الجاسترو دودينال، تمام؟ الجاسترو دودينال راح يعطينا 3 برانشز، تمام؟ احنا قبل شويه حكينا هون من البنكرياس من السبلينيك ارتري شو اعطانا؟ ليفت جاسترو بيبلوك، حكينا بيعمل انستوموسيس مع ايش؟ مع الرايت. الرايت جاسترو بيبلوك ارتريس هو برانشز من ايش؟ من الجاسترو دودينال، تمام؟ واضح؟ عرفنا كيف عملوا انستوموسيس مع بعض؟ بيعطي اذر تو برانشز اللي هم بنسميهم ايش؟
بنكرياتو دودينا، هذول هم سوبيريور بنكرياتو دودينا الواحد. طبعا خلينا ننسى هذا اللي هم البنكرياتو دودينا، هذا شايفينهم، هذا البنكرياتو دودينا واحد انتيريور واحد بوستيريور، بغذوا الفيرست بارت من الدودينوم بغذوا الهيت على البنكرياس. ايش اسمهم؟ البنك سوبيريور بنكرياتو دودينا، الواحد انتيريور واحد بوستيريور، تمام؟ واضح؟ عرفنا السيلياك ترانك شو البرانشز، المين برانشز اللي بعطيهم؟ نعيدهم على السريع. اول برانش سيلياك ليفت جاستريك، ليفت جاستريك اسنت تو ذا ليفت سايد، بعدين تيرن ليمشي مع ايش؟ مع الليسر كيرفتر، راح يعمل اناستوموزز مع ايش؟ مع الرايت جاستريك، الرايت جاستريك كمان شوي راح نشوف منين يجي. بس راح يعطينا في البدايه ايش؟ اسوفيجيال برانشز، اسوفيجيال برانشز بتغذي اللور بارت من الاسوفيجس، تمام؟ هذا اول واحد. السكند اللي هو ايش؟ اللي بيمشي خلف الاستومك على الابر على البوردر العلوي للايش؟ للبنكرياس، هو ماشي فوق البنكرياس راح يعطينا برانشز بتغذي ايش؟ البنكرياس، تمام؟ راح يوصل للسبلين، هو سبلينك ارتر راح يوصل للسبلين، within the hilum للسبلين راح يعطينا ايش؟ برانشز قد السبلين، تمام؟ بس قبل هيك راح يعطينا شورت حوالي أربعة أو خمسة تغذي الفندس، إيش سميناهم هذول؟ شورت جاستريك ارتري، وراح يعطينا هذا البرانش الكبير، إيش سميناه؟ ليفت جاسترو بيبلويك ارتري، راح يعمل أناستوموزز مع إيش؟ مع الرايت جاسترو بيبلويك. آخر واحد اللي هو إيش؟ الكومون هيباتيك، الكومون هيباتيك بيعطينا تو مين برانشز، إيش هم؟ بروبر هيباتيك اند جاسترو دودينال. البروبر هيباتيك اللي راح يطلع باتجاه الليفر راح يعطينا بالبدايه ايش؟ رايت جاستريك ارتري تعمل اناستوموسيس مع الليفت جاستريك، راح يكمل ويطلع على الليفر. جوا الهايلم بتاعت الليفر بنقسم لتو برانشز رايت تو ليفت، تمام؟ كل واحده بتروح على واحده من اللوبز، بس الرايت بتعطينا السيستيك اللي بغذي البلدر. السكند برانش البنكرياتو دودينال، سوري الجاسترو دودينال. الجاسترو دودينال مثل ما احنا شايفين ماشي خلف الفيرست بارت من الدودينم، راح يعطينا الرايت جاسترو اوبلويك والانتيريور والبوستيريور سوبيريور بنكرياتو دودينم، لان سوبيريور بنكرياتو دودينم عددها اثنين، تمام؟ بغذوا الابر هاف او البروكسيمال هاف من الدودينم والهيت على البنكرياس، تمام؟ هاي الاشياء مره ثانيه بنشوفهم، هذا بنشوف 3 مين برانشز، هذا السيليا، هذا الليفت جاستريك، هذا السبلينك، هذا الكومون هيباتيك. هذا الاشياء كل حكينا عنهم. مره ثانيه اذا هذا ايش؟ شايفين؟ شايفين هذا السبلينك بيمشي خلف الاستومك على ايش؟ على الابر بوردر حتى يوصل للسبلين. بيعطينا ايش؟ شورت جاستريك هون، وبيعطينا ايش؟ ليفت جاسترو بيبلويك ارتري. هاي شايفينه هذا بعد ما رفعنا ايش؟ الاستومك بنشوف ايش؟ سبلينك ارتري، حكينا له تورتوس كورس، واضح؟ شايفين لما دخل على السبلين كيف اعطى برانشز؟ بيعطي كمان ايش؟ شورت جاستريك للاستومك. شايفين كيف بيدخل؟ مثل ما حكينا السبلينك ارتري بدنا يكون اثناء الجراحه، في اثناء الجراحه لما تنعمل سبلينكتومي يشيل السبلين، لما يجي يعملوا لايكيشن للارتري السبلينك ارتري بيكون ايش؟ بنتجنب ايش؟ نعمل كات ليش؟ للتيل تاع البنكرياس، لان التيل تاع البنكرياس بيدخل يعني بيصل للهايله بتاعت السبلين، تمام؟ طبعا الاستومك مثل ما احنا شايفين هون هو ريسيف، يعني نشوف البلد سبلاي هو ريسيف البلد من 3 سورسز، من الثري برانشز تاعت السيلياك ترانك. يعني هذا الجزء من الليفت جاستريك، هذا الجزء من السبلينيك ارتري، والديستال بارت من الكومون هيباتيك ارتريز. اذا الثري برانشز من السيلياك ترانك هي كونتريبيوت في الـ في الـ في الـ في البلاد سبلاي تاع ايش؟ تاع الاستومك. طبعا هون هذا الليفت جاستريك، هذا السبلينيك مره ثانيه كومون هيباتيك، في عندنا الكومون هيباتيك شو بيعطينا؟ بروبر هيباتيك هي طالع للليفر،
والايش والجاس في الدودينال. هون الدودينال مقصوص السيد ينزل خلف الدودينال تمام. الرايت البروبر هيباتيك راح يعطينا الرايت جاستيك شايفين عمل انستوموسيس مع الليفت جاستيك تمام. بعدين هو راح يطلع يعطينا رايت وليفت. البنكرياس الدودينال اللي نازل تحت اعطانا ايش؟ رايت جاسترو ابيبلويك ارتريس تمام. وبيعطي ايش تو برانشز هيهم اللي هو بنكرياتو دودينال سوبيريور بنكرياتو دودينال واحد انتيريور واحد مستيريور. هذول شو بغذوا؟ بغذوا الدودينال الابر هاف من الدودينال والهيد تاع البنكرياس. واضح؟ هاي الشيء مره ثانيه. هذول تو برانشز هذا اللي هو هذا اللي هو الارتريس سبلينيك ارتري تمام. شايفين هو ماشي على ابوف البنكرياس بيعطي هذول البرانشز اللي بتغذي البنكرياس. طيب هذول السيلياك ترانك تفضل. هذول ايش؟ السيلياك ترانك. اذا السيلياك ترانك 3 مين برانشز مسؤولين عن ايش كانوا اللي لاحظنا؟ ستومك اي بارت من الدودينوم فيرست بارت من الدودينوم سبلين البنكرياس الليفر الجول بلادر تمام. عرفنا الثري مين برانشز تاعتهم واضح تمام. طيب السكند برانش اللي هو ايش؟ سبيريور ميزنتريك. سبيريور ميزنتريك مباشره تقريبا 1 سنتي تحت السيلياك ترانك بيعطينا ايش؟ سبيريور ميزنتريك. سبيريور ميزنتريك من وين لوين راح ياخذ؟ من السكند هاف من الدودينوم جيجيونوم ايليوم سيكم اسندنج كولون بروكسيمال 2/3 من ايش؟ من الترانسفيرس كولون تمام. برضه من الانتيريور سيرفيس بيطلع مباشره عند تقريبا ال L1 تمام 1 سنتي تحت السيليك ترانك بيطلع على السبيريور ميزنتريك ارتري. طيب السبيريور ميزنتريك ارتري نشوف الاوريجن تاعهم هون نشوف الاناتومي كثير مهمه هون. اذا بنلاحظ اول شيء احنا هون عشان نشوف هاي الاستراكشر نشوف السبيريور ميزنتريك ارتري اللي بيكون ماشي جنبه السبيريور ميزنتريك فين. شايفين هذول الارتريس سبيريور ميزنتريك ارتري هذا السبيريور ميزنتريك فين. عشان نشوف الاوريجن تاعهم اذا هم موجودين خلف ايش؟ اي بارت من البنكرياس خلف النك. اصلا هم اللي يعني هم اللي بيقسموا البنكرياس لهيد ونك وبادي. يعني هم خلف النك الرايت سايد هذا البادي اللي على الليفت سايد كله هذا ايش بكون ايش؟ سوري هون الهيد وهون ايش؟ البادي. هم مباشره خلف النك تاعت البنكرياس تمام؟ اللي هم ايش؟ السوبيريور ميزنتريك ارتري والسوبيريور ميزنتريك فين. واضح؟ اذا هم البوزيشن تاعهم خلف النك تاع البنكرياس. هاي شايفينهم كيف بينزلوا؟ من خلف البنكرياس. هذا السوبيريور ميزنتريك ارتري وعلى الرايت سايد مباشره له ايش؟ السوبيريور ميزنتريك فين. طيب نرجع لهذا الفيجر. اذا بنلاحظ هذا السبير ميزنتريك ارتري اذا هو 1 سنتي تحت ايش سيلياك ترانك يمر خلفه في انسوا هذا في مبين هاي فين هون يمر خلفه فين صح. هذا ايش هو الفين؟ يعني تخيلوا هو نازل بهذا الشكل طالع من الـ من الـ من الايورتا بهذا الشكل في فين بيجي يمر من خلفه. هذا الفين شو بنسميه؟ هذا الليفت رينال فين اللي جاي من الليفت كيدني ورايح وين؟ على الانفيرور فينا كافا تمام. ايش هذا الاستراكشر؟ الليفت رينال فين تمام. هذا خلفه تمام. طيب شو اشياء كمان خلف الارتري هذا؟ اذا بنلاحظ هذا هاي البادي تاعت البنكرياس صح؟ حكينا في عندنا جزء من اللور بارت من البادي بينزل خلف الميزنتريك فيسل السبير ميزنتريك فيسل. هذا شو بنسميها؟ بنسميها الان سينيت بروسيس تمام. لما بيجي بده يقطع الدودينوم يمشي امام ولا خلف الثيرد بارت؟ امام تمام. اذا البوستيريور ريليشنز لهذا الارتري عند الاوريجن تاعه شو راح يمر؟ الفين هذا اللي هو ايش؟ خلف. انا بحكي عن الاشياء اللي تمر خلفه الليفت رينال فين. هيو شايفينه الصغير هذا ماشي هون رايح بيجي عشان يصب في الانفيريور فين كافا. بعدين بيجي خلفه كمان ايش من الاشياء اللي بتيجي خلفه؟ هذا جزء من الـ من الـ شوفوا هون 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 واضحه اكثر. هذا السبير ميزنتريك ارتري الاحمر وهذا اللي جنبه مباشره اللي هو السبير ميزنتريك فين كمان شوي راح نحكي عنه.
جزء من الهيت على البنكرياس هذا هو شايفينه الانسينيت بروسيس، هذا بيدخل خلف هذول الفيسلز. تمام، الارتر لما يمر ينزل يكمل بمر انتيريور، البوزيشن تاعه بيكون امام ايش؟ امام الثيرد بارت من الدودينوم. تمام، طيب شو في امامه هذا الارتريس؟ هذا الارتري في هذا فينز الثاني، هذا شو بنسميه؟ سبلينك فين. هذا الفين الجاي مع السبلين، اللي جاي من السبلين بيلتقي بالسوبيريور ميزنتريك فين، والاثنين مع بعض بيعملوا اي فين؟ البورتال فين. هذا الفين اللي كنا نحكي عنه بيطلع وين؟ على الليفر. واضح هون؟ تمام؟ اذا انتيريور للسوبيريور ميزنتريك ارتري عند الروت تاع الارتري يعني ايش؟ سبلينك فين. تمام؟ وفي كمان انتيريور، شو بيكون كمان الجزء المخصوص من هون؟ النك تاع البنكرياس. تمام؟ اذا عرفنا كيف الترتيب تاعهم لما تروح اعمل هذا الترتيب، اعمل شوف كيف الارتري ايورتا ينزل من السبيرير عند خلف الارتري هذا بمر ايش؟ الفين. تمام، روح وين؟ على الانفيرير فينا كافا، بس امامه شو في عندنا؟ سيمبلينك فين اللي بيلتقي بالايش؟ السبيرير ميزنتريك فين ليعملوا ايش؟ البورتال فين. واضح؟ طيب هذا الفين، طبعا هذا مره ثانيه هون نشوفهم، هذا السبيرو ميزنتريك ارتري وهذا السبيرو ميزنتريك فين. طيب نيجي نشوف البرانشز، شو بغذي هذا الفين؟ هذا الارتري شو بغذي؟ الديستال بارت من الدودينوم والجيرجينوم والايليوم والسيكم السندنج كولون وايش؟ والبروكسيمال تو ثيرد اوف ذا ايش؟ اوف ترانزفيرس كولون. اول برانشز راح يعطيهم هذول، هم شوف البرانشز اللي راح يعطيهم بشكل عام. قبل شوي لما كنا نحكي عن الـ عن الهيباتيك ارتري، كومون هيباتيك ارتري شو كان يعطينا؟ كان يعطينا البروبر، واحد ينزل تحت اللي هو ايش؟ جاسترودودينال. الجاسترودودينال شو كان يعطينا؟ الرايت جاسترو ابوبليك ارتري، وفي عن كان يعطينا اثنين سوبيريور بنكرياتو دودينال. سوبيريور بنكرياتو دودينال، اذا عرفنا من وين السوبيريور بنكرياتو دودينال اجل، هذا السوبيريور ميزنتريك ارتري هو اللي راح يعطينا الانفيريور بنكرياتو دودينال. اذا عرفنا من وين السوبيريور بنكرياتو دودينال اجا ومن وين الانفيريور بنكرياتو دودينال اجا. تمام، السوبيريور هم جايين اصلا من السيلياك ترانك اللي هو بيعطي الكومون هيباتيك، الكومون هيباتيك بيعطي روبر وجاسترو دودينال. الجاسترو دودينال راح يعطينا الجاسترو ابيبلويك وتو ايش؟ بنكرياتو دودينال. تمام، الانفيريور ميزنتريك ارتري هو اللي راح يعطينا اول شيء الانفيريور بنكرياتو دودينال، راح برضه تغذي البنكرياس الهيت على البنكرياس بس تغذي اللور هاف من الدودينال. تمام، من البرانشز راح يعطيني اياهم برانشز تغذي الجيجيرون، برانشز تغذي الايليوم. تمام، راح يعطينا الرايت كوليك، في الميدل كوليك راح يغذي هذا هو الميدل كوليك، يغذي ميل للترانزفيرس كولون. الرايت كوليك يغذي ميل للاسندنج كولون. في الايليوسيكل يغذي التيرمينال اند من الايليوم مع السيكم. تمام، وبرضه بتغذي الابندكس. تمام، اذا البرانشز تعينهم جيجيونال برانشز، ايليال برانشز، هذه البرانشز من الرايت سايد اللي هو ايش؟ inferior pancreatic duodenal artery، بالإضافة للميدل كوليك، رايت كوليك، إيليو كوليك arteries. واضح؟ تمام؟ كلها بتروح وين؟ تروح بتغذي إيش؟ small intestine وجزء من large intestine. واضح؟ تمام؟ هذا الارتري وين بيكون ماشي؟ superior mesenteric، داخل الميزنتري للsmall intestine between the two layers. تمام؟ between the two layers تاعت إيش؟ شايفين كيف؟ هاي الميزنتري، شايفين كيف الارت بيكون ماشي داخل هذول. تمام، هاي الجيجيونال وهاي الايليال برانشز، هذا ايش؟ ميدل كوليك، رايت كوليك، والايليوسيكال برانشز. تمام، طيب حكينا انه البلاد سبلاي هذا اللي شايفين كيف ماشي كل البرانشز جوا ايش؟ جوا الميزنتري. شو حكينا الفرق من واحده من الفروقات بين الجيجيونال والايليوم؟ البلاد فيسلز الاركيدز هذه اللي بتصير هون بالنسبه للجيجيونوم بيكون عددها اقل، بس الفازا ريكتا ايش؟ لونج. تمام،
بينما في الاي في الجيجنا في الايليوم بتكون الاركيد عددها اكبر بس البازر ركته ايش؟ شورت. واضح؟ في سؤال؟ تمام. هذا ايش؟ هذا السبيريور ميزنتريك ارتري. اذا بنرجع هون نشوف هذا هو الارتري. تمام. هذا الارتري شوف كيف الجيجنال والايليال برانشز، وبرضه بيعطونا الميدل كوليك والرايت كوليك والايو كوليك ارتريز. طب هذا ايش؟ هذا اي ارتريز؟ هذا الانفيريور ميزنتريك ارتري. تمام. السوبيريور ميزنتريك ارتري الثيرد برانش. هذول السوبيريور على فكره السوبيريور ميزنتريك تقريبا عند يعني بيش من 8 سنتي. تمام. اما لما نيجي على الانفيريور ميزنتريك ارتري، الانفيريور ميزنتريك ارتري لا بتنزل لتحت على مستوى ال L3. تمام. هذا شو بيغذي؟ الستركتشر من الهايند جت ديستال 1/3 من الترانسفيرس كولون ديسندنج ترانسفيرس بالاضافه للايش؟ للريكتوم والانال كانال. تمام. من البرانشز اللي بيعطيهم هذا الارتريس، هذا هو شايفينه الليفت كوليك، وفي عندنا ايش؟ سيجمويدال ارتريس، مجموعه من السيجمويدال ارتريس، وواحد بيغذي الريكتم سوبيريور ريكتال ارتريس. هذول هم البرانشز من ايش؟ من الانفيريور ميزنتريك ارتري. تمام. هذول هم مره ثانيه. تمام. رايت وسيجمويدال والسوبيريور ريكتال. هذا مثل ما حكينا هذا موجود وين؟ موجود على رايز فروم ذا ابدومينال ايورتا عند اي ليفل؟ عند ال 3. تمام. هذا ايش؟ طبعا الريكتم، هذا الريكتم، الريكتم طبعا واحد من البرانشز حكينا هون الريكتم بياخذ من السوبيريور ريكتال ارتري من الانفيريور ميزنتريك ارتري، بس بيجي كمان تو اذر سورسز من البلد سبلاي. واحد بنسميه الميديان ساكرال ارتري، هذا بيجي من الابدومينال ايورتا مباشره، حتى من البوستيريور سيرفيس الابدومينال ايورتا، لان هاي البوستيريور فيو بتطلع من الخلف. تمام. وفي عندنا الانفيريور ريكتال ارتري اللي هو برانشز من البيدندال ارتريز، هذا واحد من الارتريز الموجود في البرينيوم بيعطي برانشز بتغذي ايش؟ الريكتم. تمام. اذا الثري سورس للريكتم سوبيريور ريكتال وانفيريور ريكتال، واحد من الانفيريور ميزنتريك ارتري، واحد من البيدندال ارتري، وفي عندنا الميديان ساكرال ارتريز هو برانشز من الايورتا، دايركت برانش من الايورتا. واضح؟ طبعا هذول البرانشز تاعات ايش؟ مثل ما حكينا تاعات الانفيريور ميزنتريك. طيب هلا اذا بنلاحظ انه السوبيريور ميزنتريك البرانشز تاعت السوبيريور ميزنتريك والانفيريور ميزنتريك من عند الايليوسيكال جنكشن لحد وصولا لعند الجنكشن بين السيجمويد كولون والريكتم بتعمل هذا الارتري، يعني كل البرانشز الميدل كوليك الرايت كوليك الايليوسيكال برضه البرانشز الليفت كوليك والسيجمويدال كلياتهم بيعملوا انستوموسس، بيعملوا ارتري بنسميه درومونت او المارجنال ارتري اوف درومونت. تمام. هذا المارجنال ارتري يعني هي الانستوموسس اللي بتصير ايش؟ للجريت فيسل او لللارج فيسلز. تمام. هذا شو بنسميه كلياته؟ هذا المارجنال ارتري. تمام. وبيطلع منه فازا ريكتا بتروح بتغذي ايش؟ الوول تاع اللارج انتستين. تمام. اذا هذا ايش اسمه؟ المارجنال ارتري اكستند من وين؟ من الايليوسيكال جنكشن بكمل ايش؟ لعند الجنكشن بتوين السيجمويد والريكتم. تمام. بيشاركوا فيه ايش؟ البرانشز تاعت السوبيريور ميزنتريك والانفيريور ميزنتريك. تمام. هذا ارتري انستوموتيك نتورك للايش؟ لللارج فيسلز او الكولون. في اسئله على شو اسمه على البلاد سبلاي؟ تمام. عرفنا شو هي المين بلاد فيسلز؟ سيلياك ترانك، سوبيريور ميزنتريك، انفيريور ميزنتريك. تمام. سيلياك ترانك شو كان يعطينا؟ ليفت جاستريك، سيبلينيك، كومون هيباتيك. الليفت جاستريك يمشي مع الليسر كيرفتشر بيعمل اناستوموسيس مع الرايت جاستريك، صح؟ السيبلينيك بيمشي على السوبيريور بوردر ليش؟ للبنكرياس بروح على السبلين. شو بيعطينا برانشز؟ شورت جاستريك والليفت جاسترو بيبلويكس. تمام. طب اخر واحد اللي هو الكومون هيباتيك شو بيعطينا برانشز؟ واحد بيطلع على الليفر بروبر هيباتيك، والثاني واحد بينزل خلف الفيرست بارت اوف دودينم اللي هو ايش؟ جاسترو دودينم. الجاسترو
اللي بيطلع البروبر هيباتيك شو بيعطينا برانشز؟ الرايت جاستريك والرايت اللي هو بكمل لما يدخل على الهاي لامف رايت ليفت الرايت برانش يعطينا السيستيك. البنكرياتو الجاسترو دودينال سكند برانشز بينزل خلف الفيرست بارت من الدودينال شو بيعطينا؟ رايت جاسترو بيبلويك بنكرياتو دودينال انتيرون اند بوستيريور بنكرياتو دودينال قد الهنت على البنكرياس والفيرست بارت اوف دودينال. تمام؟ هاي الاشياء اللي بديها منكم بس. واضح؟ الاسئله عليها اسئله دايركت يعني كذا بس اهم شيء تكون عارفها. تمام؟ واضح؟ طبعا كل واحد شو بيغذي الاشياء اللي بغذيها واضحه. طيب بعدين طبعا عندنا السوبير ميزنتريك، عرفنا السوبير ميزنتريك كيف الريليشنز بين السوبير، هاي مهم يعني في الاناتومي. هذا هاي اللي نشوفه هون، الاشياء اللي نشوفه هون كيف اول شيء السوبير ميزنتريك بيمشي معاه ايش؟ السوبير ميزنتريك ارتري بيمشي معاه على الرايت سايد السوبير ميزنتريك. اثنين بيقطعوا خلف النكتة على البنكرياس. تمام؟ السوبير ميزنتريك ارتري بيكون ماشي خلفه فين، ايش سميناه الفين هذا؟ الليفت رينال فين. تمام؟ جاي من الليفت كدني وراح يصب في الفين فين كافا. بينما امامه اللي هو ايش؟ سبلينيك فين اللي هو ايش؟ بيلتقي مع ايش؟ مع السوبير ميزنتريك فين وبيعملوا البورتال فين. تمام؟ عرفنا البرانشز هذه كلياتهم. طيب نيجي هلا على الفينس درينج للجاسترونتستينال تراكت. بالنسبه للفينس تمام حكينا عن فين كثير مهم كل محاضره كنا نذكره اللي هو ايش؟ البورتال فين. تمام؟ هلا في الابدومن بيحكوا انه في عندنا تو سيستمز، تو فينس سيستم، واحد البورتال فينس سيستم واحد السيستميك. السيستميك الاشياء اللي بتخصنا بالجاسترونتستينال تراكت بالنسبه من الاستومك لحد الريكتم او بالنسبه للاكسسوري اورجانز اللي هي درين الفينس بلاد عن طريق اي سيستم؟ البورتال فينس سيستم. الاذر اورجانز مثل ايش؟ مثل الكدني، مثل الابدومينال وول، مثل ايش؟ سوبر رينال جلاندز. هاي لسه هذول ايش؟ درين ذا بلاد الفينس بلاد لوين؟ مباشره على السيستميك سيركيليشن. احنا كل البلاد في البادي كل الفينس بلاد لازم يرجع على السيستميك سيركيليشن. شو يعني السيستميك سيركيليشن؟ انه يرجع على الهارت ويدخل في السيركيليشن مره ثانيه. بينما الجاسترونتستينال لا ما بيرجع مباشره على الهارت، بيروح على الليفر عن طريق البورتال فينس سيستم ومن الليفر بيرجع على السيستميك سيركيليشن. واضح؟ تمام؟ طيب هلا احنا حكينا الليفر، اذا الجاسترونتستينال تراك كلها عن طريق البورتال فين. عشان هيك حكينا الليفر بيجي تو سورس من البلد اللي هم عن طريق ايش؟ بروبر هيباتيك ارتري والايش؟ والبورتال فين. بروبر هيباتيك ارتري كاري ايش؟ اوكسجينيتد بلاد. بينما البورتال فين كاري ايش؟ اللي هو ايش؟ بي اوكسجينيتد بس ريتش بالنيوترينتس. تمام؟ طيب البورتال فين في الاساس، نيجي نرجع على اساس تكوين البورتال فين. البورتال فين بتكون من 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 اتحاد تو فينز. اول واحد بنسميه ايش؟ اللي جاي من السبلين، سبلينيك فين. تمام؟ والايش؟ والسوبيريور ميزنتريك فين. الثنتين بيلتقوا خلف النك بتاعت البنكرياس بيعملوا ايش؟ البورتال فين. البورتال فين هو اللي اسند باتجاه الليفر. تمام؟ وهو طالع باتجاه الليفر شو بكون طالع معه؟ شو بكون طالع مع غيركم هون؟ شو بكون طالع معه؟ البروبر هيباتيك ارتري. شو بكون نازل؟ البايل داكت، الكومون بايل داكت. هذول الثلاث شو بنسميهم؟ بورتال ترياد. وبالامتحان بيجي نسال عن البورتال ترياد، صرنا عايدينه 1000 مره وبتلاقي نسبه الحالي الامتحان صح 30 ل 40%. عرفنا ايش هي البورتال ترياد؟ تمام؟ واضح؟ طيب اذا هو مالي بيتكون من السبلينيك فين والسبيريو ميزنتريك فين. تمام؟ وين بيلتقوا الاثنين مع بعض؟ شايفين السبلينيك فين بيمشي خلف البنكرياس ليلتقي بالسبيريور ميزنتريك فين، بيعمل البورتال فين تقريبا خلف النك. هذا ليفل فوق التو بس اهم شيء نعرف انه خلف النك تاع البنكرياس. طيب هذا السبلينيك فين وهذا ايش؟ سبيريور عملوا البورتال فين.
طب وين الانفيريور ميزنتريك فين؟ انفيريور ميزنتريك فين هيو. انفيريور ميزنتريك فين درين البلاد لوين؟ للسبلينيك فين. تمام؟ اذا كاب فين البورتال فين هو مينلي من اليونين تاع السبيريور ميزنتريك والسبلينيك. الانفيريور ميزنتريك فين درين ذا بلاد تو ذا سبلينيك، ومن السبلينيك طبعا بيطلع البورتال فين. واضح؟ تمام؟ في اذر فينز لما يتكون البورتال فين في عندنا مجموعه من الفينز بتصب فيه. تمام؟ ضروري نعرفهم هذول الفينز. ليش؟ لانه راح كمان نروح لشيء اهم كمان شوي نحكي عنه، اللي راح لما نروح نحكي عن الكلينيكال نودز. طيب اذا هذا مره ثانيه. طيب هلا الفين تقريبا البورتال فين مجرد ما تكون هون عندنا تقريبا طوله كم؟ 8 سنتي. تمام؟ مثل ما احنا شايفين السند خلف ايش؟ خلف احنا عاملين كت لهون خلف الفيرست بارت من الدودينوم. اذا بتكون خلف خلف النك تاعت البنكرياس وبيطلع خلف الفيرست بارت من الدودينوم. تمام؟ شو بكون طالع معه؟ هذا الارتر شو اسمه؟ اي هبت شو بروبر هبتك. تمام؟ ونازل معه ايش؟ هاي ايش؟ اول شيء بكون معاه الكومون الكومون بايل داكت، بس بعدين بصير معاه ايش؟ الكومون هيباتيك داكت. تمام؟ وبيطلع داخل الهايلا بينقسم لرايت وليفت برانشز. تمام؟ واحدة بتوع على الرايت لوب، واحدة بتوع على الليفت لوب. واضح؟ تمام؟ إذا بتكون مرة ثانية بتكون وين؟ خلف البنكرياس. التقاء ايش مع ايش؟ سبلينيك فين مع ايش؟ مع السوبيريور ميزنتريك فين. راح اسند خلف خلف هو بتكون خلف النكت على البنكرياس، اسند خلف الفيرست بارت من الدودينوم، راح يصعد باتجاه الهايلا، بيكون معاه الكومون بايل داكت، بيكون معاه البروبر هيباتيك ارتري. هذول الثري ستراكشر شو بنسميهم؟ بورتال ترياد. الثري ستراكشر بيكون وين بالضبط؟ بالجاس بالهيباتو جا دوجينال ليجمنتس اللي هي ايش اللايرز تاعت الليسر اومنتر. تمام؟ كلهم طالعين مع بعض بالهيباتو دوجينال ليجمنتس، يعني طالعين من خلف البنكرياس خلف شو اسمه، مجرد ما طلعوا تعدوا الفيرست دوجينم بيدخلوا بايش؟ بين التو لايرز تاعت الليسر اومنتر، طالعين مع بعض. يكون البوزيشن تاع البورتال فين حكينا في الخلف على الليفت سايد بروبر هيباتيك ارتري، وعلى الرايت سايد الكومون بايل داكت. تمام؟ هاي هما مره ثانيه. تمام؟ هذا هذا الفيرست بارت، الفيرست بارت هذا الفيرست بارت من الدودينوم طالع حي من خلفهم ليش؟ هذا البورتال فين، هذا البروبر هيباتيك ارتري، وهي البايل داكت. طيب البورتال فينز هون بعد ما يتكون بيجيب في بنشوف بعض الفينز اللي بتصب فيه بشكل مباشر. تمام؟ من الفينز اللي بتصب فيه انه هذول تو فينز جايين من الليسر كيرفتشر، الرايت والليفت جاستريك فينز. تمام؟ في عندنا واحد جاي من من الدودينوم البنكرياس، السوبيريور بنكرياتي دودينال فين. تمام؟ في عندنا كمان ايش؟ السيستيك فين من الجول بلدر بصب في الرايت هاف، في الرايت برانش من من بالرايت برانش مباشر، بس مع الرايت برانش تاعت البورتال فين. في عندنا فينز هي شايفينه هون ريبريزنتد بنسميه ايش؟ البرا امبليكال فين. برا ايش اسمه؟ برا امبليكال فين. هذا البرا امبليكال فين جاي من وين؟ بتذكر لما كنا نحكي عن الليجمنتم تيرس، الليجمنتم تيرس هي ريمنت لايش؟ للامبليكال فين. حكينا بعد الولاده الامبليكال فين تحول لليجمنت، بصير اسمه ليجمنت تيرس، يمشي من الليفر من الامبليكاس لعند الليفر. تمام؟ بضل ماشي معاه في الليجمنتم تيرس، بس بضل ماشي معاه فينز، عاده تو فينز بكون بنسميهم ايش؟ الامبليكال فينز. الامبليكال فين موجودين يعني بضلوا ما بيروحوا، بس هذول الدرين البلاد من وين؟ من الاريا من السكن اللي حول الامبليكاس. تمام؟ هذا من السكن حول الامبليكاس. واضح؟ هذه كثير مهمه كمان شو راح نحكي عنهم الكلينيكال نوت. تمام؟ راح نشوف ليش الاشخاص اللي عندهم مشاكل في الليفر بصير في عندهم دوالي فيما حول منطقه الامبليكاس. تمام؟ اذا هذا ايش؟ هذا شو بنسميه؟
الامبليكال فين. الامبليكال فين بيصب، ما بيصب بالفين بالبورتال فين مباشره، بيصب بالرايت برانش تاعه. تمام، اذا بيطلع مع الامبليكس مع الليجامنتم تيرس لحتى يوصل ليش للرايت برانش في البورتال فين. تمام، اذا هذول برانشز على الـ على الـ على البورتال فين نفسه. تمام، من الاشياء هذا مثلا حكينا طبعا نيجي هنا، اذا هو اذا البورتال فين سوبيريور ميزنتريك فين سبلينيك، السوبيريور ميزنتريك فين اللي هو موجود على الرايت سايد السوبيريور ميزنتريك ارتري، شايفينه هذا يعني هذا هو هذا السوبيريور ميزنتريك ارتري، هو ايش بيطلع على الرايت سايد على خلف النك وبيرتقي بالسبلينيك فين. منين بيجيب البلاد السوبيريور ميزنتريك فين؟ من وين بيجيب البلاد؟ من نفس الارياز اللي بيعملهم بلاد سبلاي. تمام، الانفيريور ميزنتريك فين، الانفيريور ميزنتريك فين برضه نفس الشيء بيجيب بلاد من الاريا اللي بيعملهم بلاد سبلاي، بس وين بيطلع درين؟ وين بيطلع؟ اسند اباف خلف، يعني اسند خلف البادي للبنكرياس، بيرتقي مع ايش؟ مع السبلينيك ارتريز. تمام، مع السبلينيك فين. تمام، هذا هو ايش انفيريور ميزنتريك فين. سبلينيك فينز برضه احنا عارفينه، هاي الاشياء مش تدخل تفاصيلها كثير، بس خلص يعرفوا كيف يعني الانفيريور ميزنتريك فين بيجيب البلاد من هناك، هذا بيجيب البلاد وكيف يطلع وين بيصب. يعني الانفيريور ميزنتريك فين هذا هو نفس الشيء بيجيب من السبلين، بيجيب من البنكرياس، بيجيب من الاستومك نفسهم، بس هو بالاخر برضه بيجي كمان ايش الانفيريور ميزنتريك فين، بس بالاخر بيلتقي بالسوبيريور ويعمل البورتال فين. تمام، اذا هذا هو السوبيريور ميزنتريك فين. هاي الاشياء مش كثير مهمه لهاش انا كثير. طيب اخر شيء راح نحكي عنه اللي هو البورتو سيستميك انستموسيس. تمام، البورتو سيستميك انستموسيس حكينا عنهم قبل هيك لما كنا نحكي في الايسوفيجاس، صح؟ هلا احنا حكينا البورتو انه حكينا في عندنا تو سيركيليشن بالابدومين سيستميك وبورتال، الجاسترو انتستينال تيوب مع الاكسسوري اورجان ريتيرن الفينوس بلاد لوين؟ في البورتال سيركيليشن، في البورتال فين وعلى الكذا. في اذر ارياز تدخل على السيستميك سيركيليشن. هلا في اريا معينه في انستموسيس بصير بين السيستميك سيركيليشن والبورتال سيركيليشن. من الارياز هاد اللور بارت من الاسوفيجاس، اللور بارت من الاسوفيجاس ممكن الفينوس بلاد يطلع وين؟ على الزايجوس سيستم، والازايجوس سيستم يرجع على البورتال سيركيليشن على سبيرو فينا كافا. ومن نفس الوقت ممكن البلد من اللور بارت من الاسوفيجاس وين يروح؟ عن طريق الجاستريك فين، الليفت جاستريك فين، وين يروح؟ على البورتال سيركيليشن. تمام، في بالعاده نورمالي بالوضع الطبيعي معظم موست اوف ذا بلاد درين تو ذا ايش للبورتال سيركيليشن. تمام، هاي المنطقه هذه واحده من المنطقه بصير فيها بورتال سيستميك انستموسيس، في المنطقه اللي بتصير حول ايش المنطقه في السكن حول الامبليكس. تمام، المنطقه في السكن حول الامبليكس نفس الشيء ممكن درين ذا بلاد عن طريق الامبليكال فين توديه على البورتال سيركيليشن على الليفر، وممكن عن طريق اذر فينز توديه على مثلا على الرايت على الـ على الـ على الانفيرير فينا كافا، بهذا الطريق يخرج على الانفيرير فينا كافا. يعني ممكن تودي على البورتال سيركيليشن، ممكن على السيستم سيركيليشن. اذا هذا السكند سايت اللي فيه انستموسيس بين البورتال سيركيليشن والسيستميك سيركيليشن. الثيرد اريا منطقه الايش الجنكشن بين الريكتوم والانال كانال، برضو الفينز اللي هون ممكن ترجع البلد على السيستميك سيركيليشن عن طريق السوبير ريكتال فين. تمام، وممكن ترجعه عن طريق ايش السيستميك سيركيليشن، برضو هذا الثيرد سايت اللي يصير فيه عندنا انستموسيس بين ايش بين البورتال سيركيليشن والسيستميك سيركيليشن. ليش هذول مهم نعرفهم؟ نفرض انه اذا صار عندنا ايش صار عندنا ايش مشكله في الليفر، مثل مثلا حكينا عنه مثل السيروسس لما يصير في تشمع بالكبد، لما يصير تشمع بالكبد الليفر يصير صعب ياخذ كل البلاد عن طريق البورتال سيركيليشن. فشو بصير في عندنا في البورتال فين؟ بصير هايبرتنشن. تمام، بزيد الضغط فيه. تمام، ليش؟ لانه البلاد مش قادر يدخل كله على الليفر، لانه اصلا الليفر 70% من البلاد اللي بيجي على الليفر عن طريق البورتال فين،
يعني 30% الباقيات عن طريق الهيباتيك البروبر هيباتيك ارتري، تمام؟ فكميه كبيره بتيجي للبلد عن طريق ايش؟ البورتال فين. لما يصير في مشكله في الليفر بصير عندنا ايش؟ ما تقدر تاخذ كل البلد، فبصير عندنا بورتال هايبرتنشن. لما يصير بورتال هايبرتنشن هلا البلد بده يصير له يلاقي له ايش؟ منافذ يرجع فيها على السيستميك سيركيليشن. وين المنافذ هاي الموجوده؟ بصير يبحث وين المناطق اللي فيها انستوموسيس. وين هاي المناطق اللي فيها انستوموسيس؟ عند اللور بارت اوف الاسوفيجاس، عند الامبليكس، عند ايش؟ الجنكشن بين الريكتم والانال كانال، تمام؟ طيب لما بالعاده هاي الفينز سمول سايز، بس لما يجيها بريشر عالي شو بصير؟ بصير دايليتد، بصير عندنا فيها ايش؟ الفاريسز، تمام؟ بصير عندنا اول شيء الاسوفيجيال فاريسز. حكينا عاده دائما الاشخاص اللي عندهم ليفر ديزيزز، تمام؟ بكون معاه ايش؟ اسوفيجيال فاريسز العاده بسبب بورتال هايبرتنشن، والخوف انه بعض الاوقات ممكن المريض هذا تلاقيه فوميت بلاد، تمام؟ نتيجه انه هذول الفينز صاروا دايلتد كثير وصار لهم ربشه، تمام؟ اذا عرفنا علاقه الاسوفيجيال فاريسز مع دوالي المريء مع المشاكل الليفر، ممكن كمان هذول الاشخاص يصير في عندهم ايش؟ هيمورويدز اللي هي البواسير. البواسير هي شيء في الاساس هي البلاد الفينز الموجوده في الانال كانال بصير دايلتد، تمام؟ بصير بينفول. فهذول ممكن الاشخاص كمان معاهم كمان مشاكل يصير معاهم كمان هيمورويدز. الشغله الثالثه شو بصير معاهم؟ بتيجي عليهم على الفينز الموجودين خلف حول الامبليكس بسموهم الكابت ميدوزا. الكابت ميدوزا بتكلم انه شكلها هذا كانه ابصر ايش اله ابصر مش فاهم راس الميدوزا، تمام؟ انه هو الشكل الفاريسز حول الامبليكس مثل الشكل اللي هي تاعها، عشان هيك بسموها الكابت ميدوزا. هاي الثلاث اشياء ممكن تظهر ايش از كومبليكيشن لايش؟ لايش؟ للليفر ديزيزز. سيجيال فاريسز، هيمورويدز، والكبت ميدوزا، تمام؟ واضح؟ في اي اسئله؟ يعطيكم العافيه. ان شاء الله بالتوفيق بالامتحان.